والنذر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير، وقال إنما يستخرج به من البخيل. ومن ثم فإن بعض العلماء قال يكره عقد النذر، فيكره للمسلم أن ينذر ابتداء، ومال بعض العلماء إلى التحريم، وهذا ما يظهر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.